السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا طلاب الصف الثالث الثانوي، النهاردة هنعمل مراجعة نص الترم. عندنا 15 جملة قواعد ده أو أكتر شوية على الوحدة الأولى والوحدة الثانية، فيهم 6 دروس. أهم 15 جملة قواعد دايما بيجي منهم أسئلة في الامتحان، أهم التركات اللي لما الوحدتين مع بعض في مراجعة نص الترم. في سؤال في نهاية الفيديو، يا ريت نكتب إجابته في الكومنتات. ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة. بسم الله نبدأ مع بعض. لما أقول هنا كورس فيلو يعني سباق الدراجات، واقول كورس فيلو، ايه ده يا ميس؟ هو في فرق بين الاثنين؟ اه في فرق بين الاثنين. لما تيجي الرياضه مفرد بعد كورس اللي هي سباق بدي حرف الجر اه، لو الرياضه او الاسم جمع بدي حرف الجر دو، مثلا سباق الدراجات، سباق الموتوسيكلات، تمام؟ طيب بس انا عندي مصطلح على بعضيه، لما اقول كورس ا بي يعني سباق الجري ده مؤنثه بتاخد ان. طيب يبقى هنا كلمه بي لوحدها معناها قدم، سباق الجري بتاخد حرف الجر الا. هنا لما اقول جو انا بارتيسيب بأشارك، جي بارتيسيب هنا ا إن كورس أبيي، يعني أنا بأشارك في سباق الجري، واخدة حرف الجر الأ، وهنا كلمة بختسيب يشارك بيجي بعديها حرف الجر الأ. طيب تاني جملة قواعد مهمة عندي جدا وتركية مهمة جدا، لما أقول هنا جي يعني أنا في بعمل، وخلي بالك هنا جيم، إيه ده يا ميسا؟ وعندي هنا جيم ناز، ايه ده بقى؟ المفروض ان انا اختار ايه هنا في ال، لما اقول جي في انا بعمل جيم، جيم يا ميس دي كلمه مؤنثه هتاخد دو لا، دي اختصار كلمه جيمناستيك، اختصار جيمناستيك يعني الالعاب البدنيه، والكلمه دي برضو مؤنثه دو لا عشان فيرب فير. طيب امال جيمناز دي صاله الالعاب البدنيه وبتاخد او، خلاص عشان لما بتجي لي في الاختياري تبقى هنا جي في انا بعمل دو لا جيم او جيمناستيك، الاثنين دول واحد، كلمه في منام مؤنثه، او جيمناز في صاله الالعاب البدنيه بلعب الالعاب البدنيه، يبقى كلمه جيمناز كلمه مذكره بتاخد او. ثالث اما اقول ماركا دي تيست يعني مارك بيكره، عندي هنا هوكي يوجا هاندبول، يا اخت الزبادي دولوا ثلاث العاب رياضيه، دولوا ثلاث العاب رياضيه بادين بحرف متحرك الاش والجريك، واليا اخت الزبادي معاهم باديه برضو بالجريك. طيب الاربعه ها هاخد ل ولا الا ابوستروف ولا لا؟ ما يجيش واحد في الامتحان حرف متحرك قال لي الا ابوستروف هقول له لا غلط، خلي بالك دي قاعده احنا حفظناها وتركايه عندنا، هنا دول الاربعه مسكولا مذكر بياخدوا ال، خلاص معايا؟ لما اقول جينيم با يعني انا ما بحبش، يعني هنا في حاله نفي، فير انا ما بحبش اعمل ناتاسيون سباحه، واحد هيجي في الامتحان يا ميس ده انا عندي نيجاسيون نفي في الجمله في حد الدي زي ما احنا اتعودنا، الادوات التجزئه بحولها لدي ودي ابصرف، هقول له لا خلي بالك انا عندي فيربين في الجمله، الفيرب الاول هو اللي وقع عليه النفي، يعني فيرب فير ما تاثرش، يعني الاداه بعديه مش هتتحول للدي ودي ابصرف، الناتاسيون سباحه مؤنث حد دي لا، مثلا بوكس لعبه مؤنثه حد دي لا، مثلا تنس لعبه مذكره حد دي، تمام؟ ما دام الفيرب ما وقعش عليه النفي وهو اللي منفي محطوط بين اجزاء النفي في الحاله دي ما حولش للدي والدي ابوستروف. سته معايا اما اقول سي سبورت يعني هذه الرياضه، سي جو خلي بالك، او ما اقول لو فوت او فوتبول الاثنين صح، سي جو يبقى هنا لما ببدا بالرياضه يبقى فيرب جوي بيسبق بالسي معناها يلعب او تلعب، او فيرب سي براتيكي ها تمارس، لو بدات باللعبه
لازم فيرب جوي او براتيكي يسبقوا بالسي. طيب ايه اللي عايزه تقوله لنا في الجمله ومهم جدا؟ لما اقول كره القدم تلعب ب 11 جوير لعيب، عايزه حرف جر هنا يا ولاد، هيكون ايه؟ طبعا كلنا عارفين حرف الجر تلعب ب 11 لعيب بارو كيبر. في الفريق الواحد ده بيحتاج كلمه كيبر، يعني فريق محتاجه 11 لعيب باخد حرف الجر طيب هو ليه دي مهمه؟ عشان لو قال لي مثلا التنس سيجو تلعب على ملعب التنس، محتاج حرف الجر سير، ها لو كور على ملعب او فوق ملعب التنس. لو قال لي لو تنس لعبه التنس سي جو، تبقى كل لعبه هتلاقي لها حرف جر لازم نحفظه. لو تنس التنس يلعب فوق سيغ لو كور، فوق ملعب المخصص للتنس. سي سبور الرياضه ديت، سي جو تلعب وتمارس، ما يعني اليد، هاخد لا عشان كلمه مؤنثه بلعبها باليد زي الباسكت بول، او بيه بالقدم، كلمه اوبيه يعني كلمه بيه يعني مذكره القدم. طيب الرياضه مثلا زي الباتيناج، رياضه زي السكي التزلج على الجليد، لا مونتانيا يعني الجبل، تبقى كلمه مونتانيا كلمه مؤنثه مسبوكه بحرف الجر لا كامباني يعني الريف، رياضه الفروسيه الايكيتاسيون، تمام. طب لو رياضه زي السباحه عايزه العبها على البحر، بتزلق على البحر، هقول هنا سور لا مير يعني فوق البحر، تمام. زي رياضه البيتونك اللي هي محتاجه البارك، هقول هنا لا بارك يعني في البارك، حرف الجر دون. نخلي بالنا من التركات الصغيره دي، الحروف الجر دي دايما بجيبها في الاختياري. لو ستيلو واقول لو ستيلو واقول ايه؟ موا بتاعي، القلم ده بتاعي، واقول لي ستيلو احمد بتاع احمد. طيب ايه الفرق بين الاثنين افراز؟ سهله جدا يا ميس، هنا في فيرب اتر، وانا لما بلاقي لو ما بدي ملكيه وعندي فيرب اتر في الجمله بدي حرف الجر لو عايز اعمل ملكيه وما عنديش فيرب اتر بدي حرف الجر دو. دي معلومه مهمه جدا. طب القلم ده بتاعي، هنا القلم ده بتاع احمد، ده هنا لما اقول لستيلو اي تاموا يعني بتاعي، معناها مون استيلو يعني يخصني، معناها هنا سون استيلو يعني القلم بتاعه هو الملكيه. اما اقول هنا جيم انا احب، اكيب الفريق بتاعي، كلمه اكيب كلمه في ميناء مؤنثه، كلها عيله يا ميس في الملكيه مو ما مي. طيب خلاص كلمه اكيب كلمه في ميناء مؤنثه حد ما، لان المول المسكولة المذكر ما المؤنث مين الجمع، هقول لك لا، الكلمه المؤنثه المبدوءه بحرف متحرك بستبدل الما بمو، يبقى بستبدل الما والصا والطا في الملكيه بمون هنا وصون وطون لو الكلمه مؤنثه مبدوءه بحرف فويل لتر فويل حرف متحرك. هنا لو مايو، المايو ده ايه؟ بتاعهم هم، ديت كانها اللي الجمع، هاخد لها ملكيه ايه؟ طبعا اللي الجمع بتاخد لير بالاس. طب الكلمه هنا مش جمع، تبقى المؤنث والمذكر زي بعض، يقول لير مايو عشان بتيجي في الاختيار، نخلي بالنا منها جدا. هنا مون بيتي صغيري، ولقيت هنا كومه صغيره او ابوستروف او كوسين، معنى كده ان انا هعمل امبراتيف يعني امر، الامر بصرف يا اما مع التي في المفرد يا اما مع الفو يا اما مع انه. طيب صغيري اكيد تي يعني انت، هنا فعل ذو ضميرين بوغ اغيفي اريغ عشان استيقظ عشان تصل مبكرا، طبعا ديبش اتوا تمام لانها مصرفه مع تي. طيب هنا في حاله الامر ديبش اتوا يعني
استيقظ. طب لو عايزه اقول له في حاله الامر المنفي عايزه انفيها هقول له نو، والتوا تحول لت، دي بش با. تبقى ده اسمه امر مثبت، وهنا معناه امر منفي. كلمه توا بترجع قدام الفيرب لت، اما في حاله الاثبات بتتحول لتوا بعد الفيرب. طب لما اقول لا في البنت ديماند بتطلب اسون فيس من الابن، طبعا الابن هنا كانه تي في حاله الامر، في قوسين في علامه ابصرف، انا بشتغل امر بس امر منفي عادي خالص، بصرف الفيرب مع التي في المجموعه الاولى بحذف الاس. مين اللي هتبقى صح؟ طبعا مش هديله صيغه التعظيم واقول له فو يعني حضرتك، تبقى دي مرفوضه. تمام، لازم في حاله الامر الاس تتحذف، تبقى دي مرفوضه، تبقى اوبلي، ما تنساش فورت بورتابل يعني التليفون بتاعك المحمول. دي اهم ملحوظات عن الامر المثبت والامر المنفي والامر مع الفعل ذو ضميرين. المعلومه دي مهمه جدا، لما اقول شاك ليف يعني كل تلميذ، عايزه اصرف معاها فيرب ابغوندغ لرجل، يلتزم بالقواعد. طب لو جات لي كلمه طول الموند يعني كل الناس، اقول دوا يجب ولا دوا بالتي ولا دوا ف؟ طيب واحد هيقول لي شاكي ليف كانها ايه اللي الجمع، هقول له لا خلي بالك ده خطا. شاكي ليف او كلمه طول الموند كل الناس، الكلمات ديت على رغم ان تحس في المجمل بتاعها جمع بس بتعامل معامله المفرد، بصرف الفيرب مع اللي المفرد، تبقى دوا على طول. ومعاهم زي كلمة ما فامي العائلة، واحد يقول لي العائلة اللي فيها عدد كتير، كلمة ما فامي تعامل لا معاملة المفرد المؤنث، بصرف الفيرب كأنه إلا. نخلي بالنا من المعلومة دي مهمة جدا. يقول لك كي أوبليجي يعني أنت مجبر، كلمة أوبليجي يعني فيها إجبار، دو فير سي ديفوار إن أنت تعمل الواجب، بس تعمل فيرب إتر ولا فيرب أفوار مع اوبليجي يعني ملزم او مجبر، ايه يا ميس اخد مين فيهم؟ طيب خلي بالك انا عندي قاعده وخدناها ان كلمه اوبليجي مسبوكه بفيرب اتر، بعديها الدي، بعديها انفينيتيف يعني مصدر الفعل غير مصرف، دي قاعده بحفظها. كلمه اوبليجي يعني مجبر، تبقى هاخد اتر على طول، يبقى انا حافظه تصريف اتر، ما اخدش فيرب افوار. اوبليجي يعني مجبر، بتساوي كلمه ال فو يعني يجب علي او الزامي، بعديها برضو مصدر، تبقى دي قاعده بحفظها. قاعده مهمه جدا، السؤال المنفي اثباته بسي والنفي بتاعه بنو وليس كلمه وي، لو عملت له وي هيديك الاجابه خطا. وضح لنا يا ميس، اما اقول لك تي نيفيان با افيك موا، انت ما تجيش معايا، انا بعرض عليك سؤال، انت ما تجيش معايا، ادي منفي، سؤال منفي. اقلب الى النادي، طيب اول ما اشوف السؤال منفي ابص للجزء الثاني من الجمله، هو جاوب وقال لي افيك بليزير بكل سرور، يعني انا حاجه جيم، او قال لي جيم انا بحب في دي سبورت، بحب اعمل رياضه، معنى كده ان الراجل ده موافق على السؤال بتاعي ولا لا؟ طبعا موافق. ما اقول لك ما تجيش معايا النادي فبتقول لي جيم في دي سبورت، انا بحب الرياضه، افيك بليزير بكل سرور، الاجابه لو انا موافق بقول سي بلا. طب لو قال لك لا جيم با في دي سبورت ما بحبش، قال لي لا انا مش فاضي، هقول الاجابه بنو. معلومه مهمه جدا دايما بتجي لنا في الاختياري، اما اقول هنا ايه فوتغ في، ايه فوتغ في، افي يعني رايي، عايزه احط اداه استفهام، وكلمه ايه فوتغ اوبينيو يعني رايي، يعني ما رايك فيه. طيب ايه اداه الاستفهام المناسبه؟ كلمه افي يعني رايي كلمه مذكره تاخد كل، كلي فوتغ في ما هو رايك، اوبينيو يعني رأي كلمة مؤنثة تاخد كل المؤنثة، دي بحفظها، كلي فوتغ اوبينيو يعني ما رأيك، بانسيفو دي لا بوكس ماذا تعتقد أو تفكر
في البوكسة. طبعا كلمة بونسي بتاخد كو، يعني ماذا؟ دي قاعدة كده بحفظها. طب تي تروف سا، كيف تجد هذا؟ كومو. طب انا عندي اربع علامات استفهام بحفظهم مع الكلمات بتاعتهم. افي راي بتاخد كي ماسكولان، اوبن يو راي بتاخد كي الفيمينال مؤنثه، بنسي بتاخد كي يعني ماذا، تروف بتاخد كومو، دي كلهم تعبير عن الراي. اهم سؤال النهارده في الحلقه بتاعتنا وده في امتحانات السنه اللي فاتت نخلي بالنا منه، قاعده هنقولها دلوقتي. اما اقول لك تي في دي لا ناتاسيو، هو انت بتعمل سباحه، عايزه استبدل المفعول بكونون ضمير، هستبدله بايه؟ وي جو في، ايوه انا بعمل سباحه. هنا باخد اون ولا لا ولا الوي؟ طيب انا عندي قاعده بتقول ايه يا جماعه؟ فيرب في زائد رياضه بستبدله بالبغنون اون، لازم بحفظها. ده جت السنه اللي فاتت في الامتحانات نخلي بالنا منها. هنقول السؤال بقى اللي في نهايه الفيديو، يا ريت نجاوب السؤال ده في الكومنتات وانا هرد على كل واحد. جي نجو با بيان، يعني انا ما بلعبش بيان وعندي فيرب جوي، هاخد دي وخلي بالك منفي ولا دو ولا دو لا؟ خلي بالك كلمه ديانو، كلمه بيانو كلمه مسكولة مذكره. يا ريت نكتب الاجابه في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.